لم تكن انطلاقة ثورة تشرين قبل عام مفاجئة للمتابعين للشأن السياسي ولعامة أبناء الشعب العراقي، فثمة أسباب موضوعية متراكمة أدت في النهاية إلى اندلاع الثورة ضد نظام المحاصصة الطائفية الفاسد. مبكرا بدأ الشارع العراقي حراكه ضد هذا النظام، بداية بتظاهرات 25 من شباط عام 2011، والتي جاءت متزامنة مع الثورات التي انطلقت في العديد من البلدان العربية فيما عرف حينها بالربيع العربي، حيث وجهت التظاهرات بقمع حكومي معهود، لكن ما لبثت أن تلتها التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت في المحافظات الست المنتفضة عام 2013، والتي انتهت بطريقة دراماتيكية أدت إلى دخول العراق في أتون حرب مدمرة تسببت بمقتل وتهجير وتغييب أعداد هائلة من العراقيين. انتهوا قبل أن تنهوا. سلمية سلمية سلمية. وتحولت تلك المحافظات إلى مناطق منكوبة ما زالت تعاني ويلات الحرب والدمار التي تسببت بها حكومة المالكي وميليشياتها. كما لم تحتسب الطبقة السياسية الفاسدة، فقد جاءت الثورة هذه المرة من المناطق التي تعتبرها الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران عمقها الشعبي، ليكون شعار إسقاط هذه الأحزاب والتخلص من الأجندة الإيرانية أبرز شعارات الثورة. أسباب موضوعية كثيرة كانت وراء انطلاق ثورة تشرين، فالفساد الكبير الذي حطم كل الأرقام القياسية وفق الإحصائيات والتقارير الدولية، وضياع معالم الدولة لصالح الميليشيات المنفلتة، والارتهان الكامل للمشروع الإيراني، وتفشي الفقر وشيوع المحسوبية، وانهيار الخدمات وتردي الواقع الصحي والتعليمي، وغيرها من الكوارث التي أنتجها نظام ما بعد عام 2003، كانت أسبابا كافية لانطلاق الثورة التي لم ترد التخلص من مظاهر هذا الخراب، بل سعت إلى القضاء على الأسس التي قامت عليه من عملية سياسية فاسدة بما تمثله من نظام محاصصي طائفي وأجندات خارجية مدمرة. تكمل الثورة عامها الأول لتحبط آمال كل من راهن على إجهاضها، وتتحدى جميع عمليات العنف والاغتيال والتغييب التي طالت المتظاهرين والناشطين. قتلونا، ادتشونا، تصوبونا باقين غصبا لأخشوكم بالتحرير، وتكسر كل محاولات تشويهها وحتى ركوب موجتها لتسير في طريق تحقيق هدفها الذي انطلقت من أجله، استعادة العراق، استعادة وطن.